حلو، تعال نشوف اكسرسايز 3 في ايه. اولا مبدئيا عشان ناخد فكرة، اكسرسايز 3 بنتكلم فيه عن حاجة اسمها اوتو كوريليشن، ده الدرس التالت في F5. بنتكلم فيها على الاوتو كوريليشن فانكشن. واحد هيقول يعني ايه اوتو كوريليشن؟ احنا خدنا اول حاجة كونفوليوشن عادي، بعد كده خدنا كروس كوريليشن، وقلنا كروس كوريليشن بيكون ما بين اتنين سيجنال اكس و اتش مثلا، وبنقول ان اكس كونفوليوشن مع اتش اوف ماينس ان، يعني دي بنسوي لها فليب، ده سميناه كروس كوريليشن اللي شرحناها ايه من شوية. الاوتو كوريليشن هو نفس الكروس كوريليشن بس بين السيجنال ونفسها، يعني بقول السي اوف ان يساوي اكس ان كونفوليوشن مع اكس اوف ماينس ان، يعني السيجنال مع نفسها بسوي كونفوليوشن ما بين السيجنال ونفس السيجنال بس بسوي لها فليب، فالناتج بيطلع اسمه اوتو كوريليشن فانكشن. فاكيد طبعا ازاي نعمل الكلام ده في الماتلاب؟ سهل جدا، نفس اللي سويناه بس هتكون السيجنال مع نفسها، يعني بدل ما اقول اكس واتش هقول اكس واكس خلاص، يعني هنادي الفانكشن اللي اسمها ماي كونف في اكس واكس، بس الاكس التانية هسوي لها فليب، يعني اقول فليب ال ار، الفانكشن اللي اسمها فليب ال ار دي بتساوي فليب اوف اكس. فكده هي هنعمل كونفوليوشن ما بين الاكس والفليب بتاعها، فالناتج يطلع اللي هو السي اللي هو اوتو كورليشن بكل بساطه. فالسؤال اللي هو عايزه هنا في اكسرسيس 3 بيقول الاوتو كورليشن اوف ديسكريت تايم سيجنال از ديفايند باي، عارفين احنا التعريف ده. المطلوب رقم ايه؟ بيقول استخدم البيلت ان فانكشن، في فانكشن اسمها راندم راند ان، الفانكشن اسمها راند ان دي بتعمل جنريت لات ليست فور راندم جاوشن نويز سيجنال اوف ديفرنت لينثس. اوكي، هو بيقول لك جنريت ات ليست فور راندم جاوشن نويز، يبقى احنا هنعمل اربعه راندم نويز سيجنالز. طيب هنستخدم فانكشن اسمها راند ان، ازاي بنستخدمها؟ بسيطه جدا، ادي اكسرسيس 3. اول حاجه هنستخدم فانكشن اسمها راند ان، الراند ان دي بترجع لك سيجنال راندم، السيجنال دي هدي اسميها R1 وف 1 و10، يعني انا عايز السيجنال دي يكون فيها 10 عواميد، خلاص 10 عواميد او 10 ارقام. بعد كده هعمل سيجنال تاني اسمها R2 بنفس الفانكشن اسمها راند ان بس طولها 20 مثلا، واعمل سيجنال R3 مثلا طولها 50، يعني فيها 50 رقم، و R4 طولها 100 فيها 100 رقم. طيب خلصنا كده ايه المطلوب الاول. اوكي، المطلوب رقم بي استخدم الفانكشن اللي اسمها ماي اكس كورليشن اللي هي اللي بتحسب الكروس كورليشن، يعني اكسرسيس 2 احسب لي الاوتو كورليشن بتاع النويز اللي بارت اي، يبقى هحسب اوتو كورليشن للنويز اللي انا حسبتها. اوتو كورليشن يعني كل سيجنال مع نفسها. طيب بسيطه جدا، يعني مثلا هعمل اوتو كورليشن للسيجنال اللي اسمها R1 خلاص. اوكي هعمل اوتو كورليشن للسيجنال اللي اسمها R1 فهستخدم هعمل فانكشن اسمها اوتو كورليشن. يبقى في الاول محتاج اعمل فانكشن اسمها اوتو كورليشن، تحت اعملها هنا تحت الفانكشن اسمها اوتو كورليشن اهي، تمام. الفانكشن دي بتاخد السيجنال اكس وبتعمل فيها ايه؟ بتحسب لها الكروس كورليشن ما بين السيجنال اكس ونفسها، تمام. احنا فهمنا ازاي بنعملها دي بالفانكشن الاولانيه. خلاص هحسب الاوتو كورليشن ل R1 واسميه AR1، والاوتو كورليشن ل R2 وهسميه AR2، الاوتو كورليشن ل R3 هسميه ARC، وهكذا لغايه السيجنال R4. طيب المطلوب اللي بعد كده رقم C، استخدم الفانكشن اللي اسمها ستيم. الفانكشن اللي اسمها ستيم دي هي نفسها بلوت، هي نفسها بتعمل بلوت، بس البلوت دي بترسم سيجنال بتكون كونتينوس، اما ستيم لو انت عايز ترسم سيجنال ديسكريت يعني عواميد، فاحنا هنستخدم ستيم عشان نرسم عواميد. السب بلوت دي فايدتها انك انت بتقسم الصفحه بتاعتك اللي انت بترسم فيها، يعني افترض ان الصفحه كده عايز ترسم فيها اربع رسمات، اول رسمه هرسمها هنا، وتاني رسمه هرسمها هنا، تالت رسمه هرسمها هنا، رابع رسمه مثلا، ورابع رسمة هرسمها هنا كده. يبقى أنا عندي كام رسمة؟ أربع رسمات. هرسم رسمة هنا كده عواميد اهي،
ورسمة تانية تحتيها وهكذا. يبقى هرسم أربع رسمات في نفس الصفحة، فهستخدم فانكشن اسمها subplot. subplot فانكشن اسمها subplot دي بتقسم البيج بتاعتك ليه؟ أولا أنت بتقوله مثلا أربعة، يبقى أنا هقسمها لأربع حتت. الأربع أقسام دول ممكن يكونوا فوق بعض يعني صفوف، وممكن يكون جنب بعض عواميد. فلو قلت واحد يعني معناها just إيه يعني معناها عايزهم فوق بعض خلاص، عمود واحد. فلو قلت واحد يعني أنا هرسم في أول بارت. طب لو قلت سب لوت في أربعة وواحد واتنين، يبقى هرسم الرسمة التانية. سب لوت في أربعة وواحد وتلاتة، هرسم الرسمة التالتة وهكذا. كل رسمة منهم عشان ترسمها تستخدم فانكشن اسمها ستيم. ستيم دي بتعمل بلوت كأن ديسكريت، وتقول له مثلا عايز أرسم مثلا الأوتو كورليشن إي آر ون وهكذا. فهنا هتلاقيه هو بيقول إن هو استخدم ستيم وسب بلوت تو بلوت الأوتو كورليشن كومبيوتد إن بارت بي. فاحنا نرسم الأوتو كورليشن أو ناتج الأوتو كورليشن. بس بكل بساطة هنعمل سب بلوت زي ما اتعلمنا، أربعة وواحد وواحد، يعني أول رسمة هنرسم فيها إيه آر ون اللي هو ناتج الكورليشن بتاع آر ون. بعد كده سب بلوت أربعة واحد اتنين هنرسم إيه آر تو، سب بلوت أربعة واحد تلاتة هنرسم إيه آر تلاتة، سب بلوت أربعة واحد أربعة هنرسم إيه أربعة. وفهمنا الرقم الأولاني أربعة ده معناه إن أنا هقسم الصفحة لأربع أجزاء. الرقم ده واحد يعني معناه عمود واحد يعني الرسومات فوق بعض. بعد كده واحد واتنين وتلاتة وأربعة، ده رقم الصفحة أو رقم الصف اللي أنا هرسم فيه. أوكي، ده إكسرسيز تلاتة. طيب دلوقتي إحنا بعد ما عملنا إكسرسيز تلاتة خلاص فهمناه. طبعا إحنا هتسلم الكود مرة واحدة، يعني أولا لو سوينا رن لإكسرسيز ثري في إيرور. فين الإيرور يا خال؟ خلينا نسوي فوق كده، نكتب نتعلم نكتب كده أول حاجة فوق خالص. CLC clear all عشان ايه لما نعمل run نمسح البتاع. طيب ايه المشكلة عندي؟ بيقول undefined function or variable flip r. المشكلة دي يا جماعة خلي بالكم منها، flip r الفانكشن دي بتتكتب فليب الا ار، يعني المفروض احط الا قبل حرف الار. طيب ده الكلام ده موجود في السطر رقم كام يا خال؟ موجود في السطر اوكي سوري سي فانكشن اسمها فليب ال ار، موجودة فين؟ ده السطر رقم 29. سطر 29، تضغط على السطر كده يجيب لك السطر. يعني نحط حرف ال ال بس هنا، المشكلة في الايرورز نحط حرف ال بس. اوكي نعمل رن بس خلاص، طلع ناتج الكود وطلعت الرسومات اهو. ادي الاربع، ادي الناتج بتاع الاوتو كورليشن، الرسمة الاولى تحتها الرسمة التانية تحتها الرسمة التالتة بعد كده الرسمة الرابعة. اوكي وهتلاقي عندك تحت كاتب لك اللابس التايم. اللابس التايم ده 0.03 سي، يعني التايم اللي خده الماتلاب عشان يحسب الفانكشن بتاعتي. والتايم ده كتبناه ازاي؟ عن طريق التيك توك، عن طريق التيك توك تقدر تحسب التايم ده. اوكي بس كده نبقى خلصنا اللاب. المفروض انك تحط كل الاكواد دي في لاب واحد زي ما انا عامل كده في لاب 5 اللي انا لاب 5 اللي انا دسيتهم لكم كامل. هتلاقي ايه؟ كل الكودز موجودة في نفس اللاب. يعني لو عملنا run للاب 3 للاب 5 كامل، قلنا سيف run اوكي error run. تعال نشوف المشكلة دي. نفس المشكلة في لاب r line 52 فليب ال ار. اوكي سوري اوكي ران هو ليه لابس التايم از 0.003817 سكند بس خلاص تمام كده. و كده خلصنا ايه اللاب بتاعنا.